بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. فيشنو؟ وليد، مش أنا أختك الظريفة؟ اختصري. وإنت عربيتك سمحة شديد ما شاء الله. أيوة عربيتك مش؟ طبعاً إنت عارفني أنا ما بحب الطلعة صح؟ أقول لك حاجة يا هنا، خشي في الموضوع. سمية صاحبتي بتتذكرها؟ سمية؟ سمية؟ أذكرك ليه طيب؟ اتذكرتها الحمد لله. مالا؟ طبعا قال لي العرس اخوها صلاح، وانا قلت انت اكيد حتوديني صح؟ ما في طريقة. ليه يا ولدي؟ انت ما توديها خسران شنو؟ اخير توديها ولا خير تمشي وتجي راجعة برا؟ بسيطة يا امي، ما تمشي خالص. ما امشي؟ ايوه. لكن سمية حتزعل مني. سمية حتزعل؟ اي ما تزعل. خلاص كويس. مالك يا ولدي كاسر خاطر البيت؟ ما توديها. وقت الصك دار تحبسنا بين اربع حيطان، لا زول يدخل لا زول يمرق. جايبنا من الغربة ليه؟ كان تخلينا هنا؟ يا امي ما كلامك انت جابنا راجعين؟
مش قعدت كل يوم تقولي لازم نرجع لازم نرجع لا ما جينا راجعين وقعدنا هنا؟ وانا قايله شق السنين كله رميته في الحفره دي، لا اوضه ورانيه ولا اوضه جوانيه ولا حوش نسوان ولا حوش رجال، لا تقف في خشم الباب تناغم جارك ولا زول يجي شايل لك حاجه داخل عليك. اها فتحتوا المؤتمر اليوم بتاعكم نسيتوني؟ انا شيل الموضوع ده من راسك. حيودينا؟ هو قال ما حيودينا. ما حيودينا. انت ما تصبري لي عشان اوريك هو ابا، لكن في النهاية حيودينا. انا عارفاه وحافظاه، بيقول كده ساكت، يعني حنمشي. وهو حالته ما عارف سيره. يومي معلش ما تزعلي نفسك ساي، انا البيت ده بنيته كده عشان الموقع ده استثماري عشان المستقبل يومي. وليد رايك شنو في الفستان ده؟ عايز امشي جوه الحفله. انا بطل حركاتك دي، الموضوع ده البيت اللي احنا حسمناه. طيب لو احنا مشينا الحيوان مع امي دي منو؟ اي زلمه ممكن يقعد معاه؟ ها 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 براي بقول البيجيني شنو؟ والحرام يجيني بيوين؟ والله الا كان يركب لي طياره يجيني بيفوق. انتوا خليتوا لكم فرصه لزول عشان يخش، ما قفلتوا الباب بباب الحديد، نحن تقول في غابه. طيب يا امي اسهل، لو احتجت لحاجه او لا سمح الله لا سمح الله حصلت لك اي حاجه. يا ولد هوي انا كبيره؟ ما لي احمد الله كرعيني ده اللي بيشيلني. امشوا. طيب يا هنا انت عارفه انا ما بحب الجوطه، انا حوصلك حمشي اتونس مع صاحبي واجيكم راجع بعدين. خلاص اتفقنا. اتفقنا اتفقنا. يلا حاضر امشوا. سحر انت حتلبسي ياتي لبسه، انا حلبس لبسه الصفراء. معناتها ما محتاجه لطرحتك الرماديه. لا 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 ما عايزه. طيب طيب ممكن تديني لي سلفيه؟ لا حديك لا لكن ما تتعودي. حاضر كده خلوها من البشر وما نلبشها. انت متاكده انه الاول اصلا حيودينا؟ حيودينا ايوه عشان رجع بالليل صعبه. ما عارفينها صعبه. Oh,
انت ما جاياك انا صبرا شويه عليك نظره كان تفوتني بالحديث انا اشوف الراجل ده داير مني شنو باجي معليش يا الحاج كان اتاخرت عليه النسوان شغلني منك شويه قلت عندك كم ضيف 15 والله كان 100 اكفيه لي يا اها هي مالك يا فاطمه ايش نو دي ما تلفح الكلام ساعه حس الكلام اللي قلتيه ده الزول بصدقه بسم الله الرحمن الرحيم يا فاطمه اها قلت ايش نو يا عائشه يا اختي نواجهها بالكلام عادي خير من اقوله لها بورا ما تقوليني كلام ما قلته عشا ما تقوليني كلام ما قلته انا ما قلت كده ما قصدت من الكلام كده هاي احسن الزول يكون واضح كلام عادي كده كده صبرا لي جاي يا فاطمة غبيانة يرحلون وين؟ مين بيقدر يرحل حلة كاملة؟ شنو شنو؟ والله والله موت واقفين زي النخل دمار نمرو قالت مرحل مرحل وين؟ في زول يا بنت امي بيقدر يعبر لنا السنين ولا يوزن لنا لما دي بالكيلو هاي ما تقول لها حاجة فاطمة دي سنها جنة استغفر الله العظيم ايام يا سعيد اخو ايام عليك الله سعيد في زول كان بيتخيل انه نبط الشقاوات دي يكون ابقى كبار هي كبير براك يا زول ما نقدر تكبر لنا معاك اصلا سمع يا اخوي وقي الصغير كدي ما كان تمشي تنطط في الحفله مع الاولاد لا كمان ما قدر ده حصوان يا اخوي لكن عليك البر ما بتتذكر في الحله زمان يعني وقتنا اجي داخل الحفله ما بوقف الحفلة دي على إكراع والناس بس تقعد في الراية كنت يا الله احفلي يا حاج احفلي كان وقفت السقايه من الشجر بقينا شويه وشجر الناس كتر علينا قلنا بدل ما نحضر الشجر يموت ولا اطواق تقفل في البيوت انا حصل الفهد اخي يا الحاج الحلة الفوق فظلم فيها كمين بيت والشجر الغزير ذاك يا الحال يخربوا خراب ناس أبوي عدم الشجر البحر شال والحلة تحت أخ من الحلة تحت الحلة تحت يا حاج رقد الصقيعة غير الميض أنا ما فضل فيها شوال كنا نرحل مع الرحل وترى محرقاتك راقد لنا علامة نمشي ونجي فوق أخ يا حال أخ استغفر الله العظيم مالك يا عصمان أخوي كل ما جبت لك سيرة البلد شوف حيلك يموت عيونك تنطفي حسك يروح حقول بعد العمر ده كله عندك حنين للبلد البلد ما دخل علي ليل إلا وشميت ريحتها لنبات الحنينة على حية الجالوس ضو الشامة في ديوان
والله الناس الكتار في الحوش، صينية العشاء، الناس تشمل في جلاليبة، أيادي كثيرة بعد تنبلش، والنفير والميادين الواسعة ودقات البابور. وكنت لسه البلد في بالك، اتلو فيني ليه؟ ما هو يا عثمان يتخن جلدك زي كده ولا الحنين جواك ده بشكل؟ لا بشقني، كان شقاني زمان وانا مارق منها مديها ظهري، كان ما اقوى على السري ريحة تدخل قلبي بشنه، لكن ما في ليها درب. صحي القلب فاقد ريحة الناس، وصحي شجرنا اللي كان طوال كسر من كتفة الموت، قفلنا بيوتنا وهجرنا حلتنا، شرقنا وغربنا، لكن نور البصر والبصيرة ورانا كان بلدنا غرقت نورت بيوت، كان بلدنا الفاتت نورت بلد بحال تبقى ما ماتت، تبقى مشت في عوامد النور ودورت كمين بابور، يبقى حنيننا ليه بلدنا الفتناها، ونبقى بعزتنا ليه بلدنا ضويناها ونورناها ونحمد الله رب العالمين. اها اخوي اها، انا امشي خليك بعافيه. ما بدري يا عصمه، بعدين المره هسه بتكون دارت نوم والبنات في الحفله، مالك دار تخليني براي في الليل؟ يا اخوي انا السهر بقى ما بينفع معاي، وانت وراك عارف التعب. طيب يا عثمان يا اخي، انا عندي سؤال حايص لي من زمان داير اسالك ليه وما داير امر به. لما كنت في لجنه الترحيل قلت لنا كلام برد حشانا ونحن فايتين بيوتنا، الكلام ده كان من جوا قلبك يا عثمان؟ يا تقلب يا تقلب يا سعيد، اللي بيمرق منه الكلام اللي بخلينا نمرق من بلدنا. شوف العقل فوق العقل. الله، حفلة جميلة. حفلة جميلة؟ اي أسي عليك الله، ده غنى ده؟ والله بالعكس، الناس كلها اتبسطت واستمتعت. اتبسطت؟ أسي من صوت الموسيقى العالي بتاع الأورجن ده، عرفت الفنان هو ذاته منه خليه بغني شنو؟ صراحة أنا استمتعت بالحفلة دي. أنا راح أوصل لك جوا عشان أجي راجع أوصل صاحباتك ده. حاضر. الله، امي دي نامت ولا شنو؟ مستحيل، انت عارف امي دي كان ما احنا جينا اصلا ما ممكن تنوم. ليه جاي هنا من بيت ناس انت جاي؟ يا رب يكون عنده شنو؟ كده راح قوم نشوف الحاصل شنو؟ مو معصوم. خير يا وليد، في شنو؟ والله انا ذاتي ما فاهم حاجه. امي جوا وما عارفين الحاصل على شنو. ايه دقيقه. ما تعب نفسك. انا يمكن نايمه. ما اظن. ها؟ ما اظن تكون نايمه.
وبعدين البيت مقفل شديد، احنا مقفلينه عشان اصوات الشارع ما تدخل لنا، وامي سمعه ما قدروا كده. بس لكن المفروض تكون خدت بالك مع الباب يعني، لانه انا واختي ما جينا. كده احاول انا حتطلع كيفهم؟ احاول. تحاول شنو يا اخي؟ تحاول شنو؟ يا رب يكون حصل شنو يعني؟ أمي دي لو حصل لها حاجة أصله ما حسامح نفسي. يا بنتي ما تفولي على نفسك كده، أمي ست الجهة دي بالرغم من إنها كبيرة لكن ما شاء الله تبارك الله صحتها تمام التمام. طيب ما لي خلت فريدة؟ عين معين سيده، كده تصبروا لها شوية برغمها بتجي نازلة. قصدك الحاج عرسني كيف؟
قصة طويلة وعريضة لكن بحكيها ليك. أهدا يا إيه. يا وليد يا إيه. وليد أهدا. أنت مع الصبر أنا جاياك في الحديث. ألاقي وين؟ إذا ما كان في راجل بلاقي لي مرة ولا مرة بتلاقي لها راجل داك زمن وده زمن. إلا لكن وكيت نمشي نرد الموية. عثمان ان شاء الله سلام. عثمان اي ما في حد غير عبد الرحمن. اش صحيح والله فكرة صح. أهدأ. عبد الرحمن هو الحل. اهدى اهدى ان شاء الله سلامة. راح عبدو عارفينك ما بتنوم سجد. أجابكم لي شنو بالليلة؟ ست جاه ست جاه. بسم الله سمو مفروكة لذيذة وكلوا يا عشي عليكم الله. اسمع عبد الرحمن عليك الله اسمه ما عندوش يا زول. ما شفت علي زول اسمه عبد الرحمن قال داير يسمو يا إما يا علم الله أنا كنت نورت الحلة كلها وكلها مالكم؟ والله يا اخواتي يوم كدي المغربية هايتو فرصة وجاتك يا عبد. قلنا يومك يا عبد. يا اخوانك خليتوني بالسريحة يا احسن مكان خير. يا عبدو عبدو قلت لك يا اخي المرة مقفولة فوق بين الحياة والموت تقول لي تتلبس يا اخي. 50 سنة انا خطط ليك ما سمعت كلامنا لا من ضيعتها. انا اللي اسمه عبد الرقراق ده كان من عصره بدري يمرق يمشي الشعب بزيضه في النخله يرجعنا له ونجي ماشيين نردي المويه. هاي ما ذكرتني المويه خليكم على المويه. الحاي عرف عبد الرقراق قاعد يشاغلني وزعل زعل شديد مع انه عبد الرقراق كان صاحبه اللي هي بنت امي العيب ما فوق صاحب. الحاج زعل ولبت لي جنب البحر. طيبة.
أمي كيف؟ بخير بخير يا أمي. عم عبدو أنا ما عارف أشكرك كيف. ما في داعي للشكر يا أمي. محروس بداوة عابد وورد الليل يا المغروس يا بذرة خير من طمي النيل يا المحروس بداوة عابد وورد الليل سليل الأرض البذرة السمراء يا الولدوك وهدوك جندي لو الكون اتهان واتدلى لو العالي نزل واتدلى سليل الأرض البكرة السمرة يا الولدوك وهدوك جديد لو الكون اتهان واتدلى لو العالي نزل واتدلى لا بتتهان لا بتبقى ذليل لا بتبقى ذليل لا بتتهان لا بتبقى ذليل مالك يا عبدو هسه ما كنت زي الضبط وكنت مقدد من زمان اثنين نديل بعبورك لخط بالريف هسه على الباب ده غالبك تعبره مالك يا عبدو زمان عبور خبار لي في حرب اكتوبر كان له معنى لكن ايه المعنى اعبر الباب ده عشان ارجع وابقى منسي تاني ايه المعنى يا عثمان ايه الدافع يا سعيد ايه الدافع رايكم شنو يا عثمان وعبدو نعمل زي زمان أيوة لما كنا زمان بنجي نص الليل ونمشي البحر حتى ما حنقدر نمشي رأيكم شنو الصباح بدري نجي نمشي البحر خير 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 يلا تصبح على خير شوف يا ولد ما تحلك فوق زي الدبيب الحارق والسم كان عندك كلام قوله لي ما هو ما ممكن يا أمي ما ممكن نحن عايشين لنا في بيت لا قادرين نسكن فيه ولا قادرين نبيع ونتخارج منه عايشين لنا في مكان أقل مشكلة فيه ممكن تبقى مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة يا أمي أرسل البيت ده لو يتحرك البيت ده لو يتحرك حاجين مطاف من وين تطفيه لي حالك ناس وين عشان أجيبوا السعدونات في البيت ده من وين خسارة يا أمي خسارة القروش اللي كبيناها في الطوب والديكور والعفش ده كله خسارة خسارة أنت يا وليد يعني هميك الطوب والعفش ما هماك أمك؟ أمي أنا ما قصد كده يا أمي يا هو قصدك تعال دقوني عشان حركت البيت أمي أنا بتكلم عن البيت هنا ريتك على سريك أمي أمي بلغت يا وليد انت تسكت ساكت تسكت ساكت امشي جوا يلا امشي كل يوم ودي لي حفله جيب لي من الحفله انا بابا في ضد انا بابا كمله ودي لي جيب لي ودي لي جيب لي اسكت ساكت يا سلام يا سلام يا سلام يا اخي الواحد بقى يحس للدنيا طعم جديد طبعا يا اخوي ما خلاص لقيت القبول والرضا ها؟ والدنيا خلاص بعد ما ظلمت تاني رجعت فتحت لي الدنيا الدنيا بقت لي زي أول يوم أنا بشوف فيه وجهها وهي صبية زي الشمس عند شروقها بيبدأ به يوم جديد
سلام. زي زي طعم الصباح لما نشخشق أول عصفور في أضانك جوا. آخر يوم آخر يوم لي شفتها كان زي الشمس ساعة الغروب. خلاص لما تروح حنينة وباردة ساطعه زي الدهب. لا بأس فيه عمر ولا صدى. عبدو والله بقيت شاعر عديد. ده شعر. يما معلش لو فهمتيني قبل غلط. ايوه انا زهجان من البيت. ايوه في حاجات كثيره بتخليني افكر انه انا ارحل من البيت. انا ما بنكر انه انا بحب الناس هنا كلهم يعني. يما انا لما جيت وشفت الدخان طالع من فوق قربت اجن يا امي من الخوف عليك. قربت اجن احساس انه انا عاجز عن تقديم اي مساعده. بكتني يا امي بكتني. يما عارفين يا اخواننا الظاهر انه انا من شدة قعادي مع روحي براي بقيت وهمان. البنايه دي مما عرسوها وبقت مرت راجل تاني صورتها مرقت من راسي لكن في قلبي جوا زوله. نعم بقيت ما عارف يزادها لكن بقت فيني روح زوله ما في ملامح لكن في ريحة وحضور زي الحلم. طلزونة صبية شايل صفيحة الموية أجري وأطلع أعلى نخلة وشوفها جاية من بعيد حتى الملامح ما ظاهرة لكن بتخد جواي في قلبي.
أجمل مكان في الكون. تعالوا نسوي رجالة فرح مجنون، نفرح حزننا الموجود، نتدفق جداول طيبنا الطيبين. تعالوا نقرب المشوار، نخلى براس تبلبيا جلسة جبنة عصرية مزارعية، وطن حدادي مدادي. صوت أطفال بيرسموا لوحة لون الضوء.